بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، الدرس 53. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد معه محمد بن مسلمة إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. هذا الحديث فيه بيان ما يجب في الجناية على الحمل إذا سقط ميتا، إذا جنى عليه أحد، أمه أو غيرها، فسقط ميتا بسبب الجناية، وهو الإملاص، إملاص المرأة أو الإزلاق، معناه سقوط الجنين قبل أوان ولادته. فدل هذا على أن الإسلام يحترم الأنفس حتى الأجنة في البطون، فإنه يحافظ عليها وعلى حياتها وعلى حرمتها. فأين الذين ينادون بحقوق الإنسان عن هذه التشريعات العظيمة؟ كأن الإسلام أغفل الإنسان ولم يضع له حقوقا، حتى جاء هؤلاء ينادون بحقوق الإنسان، لأن الإنسان عندهم ضائع ومنتهك، لكن في الإسلام لا، الإنسان محترم وله حقوق وله حماية. فالإسلام جاء بحقوق الإنسان، هو الذي جاء بحقوق الإنسان الصحيحة، لا هؤلاء الذين يتبجحون بحقوق الإنسان. ومن العجب أنهم ينادون بحقوق الإنسان وهم يضربون المدن ويضربون الحصون ويضربون القرى بمن فيها، ويهدمونها على من فيها، رجالا ونساء وأطفالا وكبارا وصغارا، يهدمونها على من فيها لأجل تنفيذ رغباتهم، تحصيل مطامعهم. وما كأن هؤلاء من الإنسان، ما هو إلا التناقض العجيب. ولكن يأبى الله إلا أن يفضح أهل الباطل ويبين خزيهم. فهذا الإسلام حافظ على الإنسان حتى في بطن أمه. هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فالله لم يهمل هذا الإنسان منذ نشأته. فهذا الحديث فيه أن الجنين في بطن أمه إذا جني عليه بأي جناية، سواء أو تسبب في إسقاطه بأي سبب، سقط ميتا
فإنه يضمن، فإنه يضمن بأمرين. الأمر الأول الدية، والأمر الثاني الكفارة. الأمر الثاني الكفارة، كفارة قتل النفس. وهذا الحديث فيه بيان الدية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الجنين بدية، ولكن هذا خفي على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فدل هذا على أن العالم مهما بلغ من العلم قد يخفى عليه، قد يخفى عليه شيء من أمور الشرع، وأن وقد يخفى عليه شيء من الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتاج إلى مشورة أهل العلم. وهكذا ينبغي للعالم أن يستشير أهل العلم فيما خفي عليه، فإن عندهم قد يكون عندهم ما ليس عنده، وفوق كل ذي علم عليم. فهذا عمر على جلالة شأنه لم يستنكف من سؤال أهل العلم، سأل الصحابة في إملاص المرأة ماذا يجب فيه، فقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة، بغرة عبد أو أمة، عبد مملوك أو أمة. فعبد أو أمة تفسير للغرة، سميت غرة لأن الغرة في الأصل، الأصل أن الغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس، ثم صارت الغرة تطلق على كل شيء نفيس يقال له غرة. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهد بما علم من قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر من زيادة الاستثبات طلب من يشهد معه، فدل على أن الشهادة على الجنايات تكون بشاهدين. فشهد معه محمد بن مسلمة الأنصاري بمثل ما روى المغيرة، فقضى عمر رضي الله عنه بذلك، دل على أن دية الجنين هي عبد أو أمة. وقدروها بخمس من الإبل، لأنه قد يأتي وقت ما فيه عبيد، فقدروها بخمس من الإبل، خمس من الإبل يعني نصف عشر دية أمة، لأن دية المرأة 50 من الإبل. فالخمس من الإبل نصف العشر، نصف عشر دية المرأة، وهذه الإبل تقدر بالدراهم في كل وقت بحسب أسعار الإبل، وهذا مرده إلى المحاكم الشرعية. هذا الشيء. الشيء الثاني الكفارة، وهي أن من جنى على حمل فسقط ميتاً فإن عليه الكفارة، لعموم قوله تعالى: ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة، من لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فتجب فيه الدية وهي خمس من الإبل، وهي مقدار الغرة، وكفارة قتل الخطأ.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. وهذا مثل الحديث الذي قبله، فيه إثبات ما يجب في الجنين إذا جني عليه فسقط ميتا، أن فيه الغرة عبد أو أمة، فهو يوافق الحديث الذي قبله. اقتتلت امرأتان يعني تضاربتا، اقتتلتا يعني تضاربتا امرأتان من هذيل، قبيلة معروفة عدنانية، فضربت إحداهما الأخرى بحجر، حجر صغير رمته بها، رمتها به، فهذا الحجر قتل المرأة وقتل الجنين الذي في بطنها، فانقتل في هذه الجناية نفسان، نفس المرأة ونفس الجنين على إثر هذه الضربة. فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى فيها بقضائين: قضاء الأول قضى بالجنين بغرة عبد أو أمة على الجانية، على الجانية، وقضى بدية القتيلة على عاقلة القاتلة، على عاقلة القاتلة وهم عصبتها من الذكور، لأن دية الخطأ أو شبه العمد يكون على عاقلة القاتل وهم عصبته الذكور، تحملونها على قدرهم من باب التضامن فيما بينهم والتعاون فيما بينهم. فقضى بدية المرأة القتيلة على عاقلة، أي على عصبة القاتلة، وورث الدية لولد القتيلة، ورث دية المرأة لولد القتيلة، فدل على أن الدية تركة، دل على أن الدية تركة تورث عن الميت لأنها بديلة عنه، فهي لورثته. فهذه ثلاث قضاءات في هذه الواقعة: أولاً قضاء في الغرة في الجنين، وثانياً قضاء في القتيلة وهي الأم، وثالثاً قضاء في الميراث، قضاء في الميراث، بل أربعة أحكام: قضاء بأن دية غير العمد تكون على العاقلة وليست على الجاني لأنه لم يتعمد، هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حمل بن النابغة الهذلي وهو والد القاتلة كأنه استثقل هذا الحكم، استثقل هذا الحكم
فقام وقال: يا رسول الله. هو لم يستغرب ضمان المرأة القتيلة، إنما استغرب ضمان الجنين، استغرب ضمان الجنين. فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا عطس ولا استهل؟ ومثل ذلك يطل، يعني يهدر. هذا اعتراض على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، اعترض على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه وقال: إنما هو من إخوان الكهان، لأن الكهان هم الذين يسجعون، يسجعون ويردون الحق بسجعهم، هذه طريقة الكهان، فهو يشبههم في أنه رد الحق في هذا السجع. ما شرب ولا أكل ولا استهل، يعني ما صرخ، فمثل ذلك يطل، يعني يهدر، هذا السجع. والسجع إذا كان فيه رد للحق فهو سجع الكهان، باطل، سجع باطل، أو كان سجعا متكلفا فإنه ممل في لغة العرب. أما السجع الذي ليس فيه رد للحق وليس فيه تكلف فلا بأس به. السجع يأتي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي في كلام البلغاء، لكنه من غير تكلف وليس فيه رد للحق، فهذا النوع من السجع غير ممقوت، وإنما الممقوت المتكلف أو الذي فيه رد على الحق، كما فعل حمل بن النابغة. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الأول، فيه ما يكون بين النساء من الغيرة، ما بين الضرائر، ما بين الضرائر من الغيرة. فالذي حمل هاتين المرأتين على الاقتتال هو الغيرة بينهن، لأنهن ضرات. وفيه إثبات دية الجنين، وأنها غرة، عبد أو أمة. وفيه إثبات شبه العمد، لأن الجنايات على النفس ثلاثة أقسام: عمد أو شبه عمد أو خطأ، هذا عند الجمهور. فالعمد ما توفر فيه الآلة الصالحة للقتل مع القصد، هذا هو العمد، أن تكون الآلة صالحة للقتل وأن يوجد القصد من الجاني، هذا عمد. وشبه العمد ما وجد فيه القصد، قصد الجناية، ولكن الآلة لا تصلح للقتل، لأن هذا حجر صغير ما يصلح للقتل عادة، فهذا شبه عمد، وهو ما حصل فيه القصد ولم يكن فيه آلة صالحة للقتل، مثل الضربة باليد والضربة بالصوت والعصا والحصص الحجر الصغير، فهذا يسمونه شبه العمد، وهو الوارد في هذا الحديث. وفي الحديث أيضا أن دية الخطأ على العاقلة، وهذا ثابت في السنة ومجمع عليه بين العلماء، دية العمد، دية الخطأ وشبه العمد على العاقل، وأما دية العمد فهي على الجاني، على الجاني. والعاقلة هم عصبة الميت من الذكور، سموا عاقلة لأنهم يدفعون عنه العقل وهو الدية، سمى دية عقلا. وقيل سموا عاقلة لأنهم يعقلون صاحبهم ويمسكونه عن التهور، يمسكونه عن التهور
فسموا عاقلة لأنهم يعقلونه. كيف العاقلة تتحمل وهي لم تجني؟ كيف العاقلة تتحمل وهي لم يحصل منها جناية؟ الجواب أن هذا من باب التعاون والتضامن. فكما أنهم يرثون قريبهم لو مات وعنده ملايين أو مليارات يرثونها، فكذلك إذا جنى يتحملون جنايته، لأن الغنم بالغرم. كيف يرثونه ويأخذون ماله ولا يتحملون عنها الدية؟ هذا بهذا وليس بهذا غرابة، والحمد لله. وفي الحديث ذم الاعتراض على الأحكام الشرعية، وأن الواجب على المسلم أن يتقبل الحكم الشرعي بدون اعتراض، بل يسلم ويرضى بذلك، لأن هذا مقتضى الإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الحديث إنكار المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل وقال إنما هو من إخوان الكهان أو سجع كسجع الكهان، هذا من إنكار المنكر. نعم. صلى الله. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، اذهب لا دية لك. نعم، هذا فيه أنه حصل شجار بين رجلين من الصحابة، فلم يكن مع أحدهما عصا ولا شيء، فحمله الغضب على أن عض يد أخيه انتقاما من شدة الغضب، فنزع الرجل يده من فم العاض الجاني، ندرك ثناياه، سقطت أسنانه الثنايا. ومعلوم أن الأسنان فيها القصاص أو فيها الدية، فجاء الرجل يطالب بأسنانه. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه فعله وأهدر أسنانه، لأنه صائل في حكم الصائل، وأخوه إنما فعل هذا دفعا للصيالة عليه، فالصائل يدفع، وإذا تلف أو تلف شيء منه لا يضمن، هدر دم الصائل هدر، وأعضاؤه وأطرافه هدر، ليس بها ضمان لأنه معتدي. النبي صلى الله عليه وسلم أهدر أسنان هذا الرجل وأنكر عليه، قال يعض أحدكم أخاه كالفحل، يعني كالجمل البهيمة، هذا من باب الزجر له، شبهه بالبهيمة. الآدمي لا يحسن منه هذا، إنما هذا فعل البهائم. ولا لوم على الرجل الذي نزع يده، لأنه يريد إنقاذ نفسه، يريد إنقاذ نفسه، فلا لوم عليه ولا ضمان عليه. فهذا فيه أن الصائل يدفع بالتي هي أسهل، وإذا ترتب على دفعه قتله أو إتلاف شيء من أعضائه فإنه هدر لا ضمان فيه.
نعم. وعن الحسن بن أبي الحسن البصري قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. نعم، هذا الحديث حديث عظيم ونحتاج إليه في هذا الوقت أكثر من غيره. هذا رجل في من كان قبلنا، يعني في الأمم السابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الأمم السابقة أحياناً لأجل العبرة والعظة، فهذا رجل ممن كان قبلنا أصابته مصائب وتضايق، تضايق من ما يصيبه فلم يصبر بل جزع وأخذ السكين واحتز بها يده، يعني قطع يده، فسبب ذلك النزيف الشديد من يده حتى مات، حتى مات، فكان قاتلا لنفسه، فغضب الله عليه وقال عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. هذا وعيد شديد يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه مهما كانت الظروف والأحوال، بل يصبر، يصبر حتى يأتي الله بالفرج، ولا يجزع ولا يقتل نفسه، لأنه إذا قتل نفسه للتخلص مما هو فيه يواجه شيئاً أشد مما هو فيه، وهو العذاب والنار والعياذ بالله، فهو بزعمه يحسبه بيتخلص وهو يقع فيما هو أشد، فر من الرمضاء أو استجار من الرمضاء بالنار والعياذ بالله. واجب على المسلم أن يصبر على ما يصيبه ويتحمل ولا ييأس من رحمة الله عز وجل. فالذين ينتحرون الآن، وكثر الانتحار في وقتنا الحاضر، لأنهم لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يؤمنون بالقضاء والقدر فيقتلون أنفسهم. أما المؤمن الذي يؤمن بقضاء الله وقدره فإنه يصبر، فإنه يصبر ولا يقتل نفسه مهما كانت الظروف، يصبر ولا يقتل نفسه. فدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه تحت أي ظرف، ولكن يصبر على ما يصيبه وينتظر الفرج. وفيه الوعيد على من قتل نفسه، وعيد الشديد أن له النار والعياذ بالله. حرمت عليه الجنة، حرمت يعني منعته، التحريم هو المنع، منعته من دخول الجنة. وهذا من أحاديث الوعيد، لا يدل على كفره وأنه يحرم من الجنة نهائيا، بل قد يكون حرمانه من الجنة مؤقتا، فهو من أحاديث الوعيد، من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت للزجر والعبرة والعظة، يدل على شدة تحريم قتل الإنسان لنفسه. وفي الحديث الصحيح من قتل نفسه بشيء فإنه يكون معه يوم القيامة يتعذب به في نار جهنم، فإن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، وإن قتل نفسه بحديدة
فحديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم، وإن تردى من جبل قتل نفسه فإنه يتردى في النار. وكان رجل مع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم شجاع، يقاتل ويصول ويجول في القتال، فأعجب الصحابة فعله وقالوا ما أحد منا عمل مثل ما عمل فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. قال هو في النار، فشق ذلك على الصحابة، كيف يكون في النار وهذه أفعاله؟ فواحد من الصحابة راقب هذا الشخص ماذا يصنع، فتابعه في المعركة فجرح الرجل جرحا شديدا فلم يتحمل، ووضع السيف على الأرض وذبابه إلى أعلى، تحامل عليه فقتل نفسه، قتل نفسه بالسيف. فقال الصحابي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فكانت عاقبة هذا الرجل أن قتل نفسه فدخل النار. فدل هذا على غلظ قتل الإنسان لنفسه. فالذين ينتحرون الآن، يسمون هذا من الجهاد في سبيل الله، ينتحرون يفجرون أنفسهم بالحزامات الناسفة أو بالسيارات، يقتلون أنفسهم، هؤلاء من هذا الصنف الذين توعدهم الله عز وجل، ويسمون أنفسهم شهداء. كيف يكون شهيد وهو في النار؟ هذا عكس ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. أنتم تقولون شهيد والرسول يقول هو في النار، هل الشهيد يكون في النار؟ فهذا ليس شهيدا، هذا في النار لأنه قتل نفسه. فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه. هو أولاً فعله لا خطأ من أصله، ثانياً قتله لنفسه أشد خطأ. والإنسان يقاتل في سبيل الله مع الراية، مع راية المسلمين ومع الإمام يقاتل، لكن لا يقتل نفسه أبداً، مهما أصابه شيء لا يقتل نفسه، يقاتل حتى يقتل. الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وليس الشهيد الذي يقتل نفسه. الذي يقتل نفسه ليس شهيداً، وإنما هو قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب استوجب بها النار والعياذ بالله. يجب التنبه لهذا. فهؤلاء من قلة فقههم وتلقيهم للأفكار المنحرفة والثقة بدعوات الضلال مارسوا هذه الممارسات الخاطئة التي سموها بالجهاد في سبيل الله، سموها بالشهادة في سبيل الله، وهي ليست جهاداً وليست شهادة أبداً. فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وعليكم أن تنصحوا هؤلاء الذين يقبلون النصيحة، عليكم أن تنصحوهم وتبينوا لهم هذه الأفكار الخبيثة وأنها ضلال وأنها ليست من الإسلام في شيء، وليس هذا هو الجهاد في سبيل الله. عليكم أن تبينوا لهم، لأنهم مغرر بهم، يتلقون هذه الأمور عن إما عن جهال وإما عن ضلال. فعلى طلبة العلم وعلى العلماء أن يجدوا في بيان هذا الأمر لشباب المسلمين، ليتراجعوا عن هذه الأفكار الخبيثة. والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود.
نعم، الحدود جمع حد، والحد في اللغة هو الفاصل، هو الشيء الفاصل بين شيئين، هذا هو الحد في اللغة. أما الحد في الشرع فهو عقوبة مقدرة شرعا، عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، هذا هو الحد في الشرع، كحد المرتد، حد السرقة، حد الزنا، وحد شارب الخمر. الحدود هي العقوبات المقدرة من قبل الشارع. أما العقوبات التي لا تقدير فيها من قبل الشارع هذه تسمى بالتعزيرات، تسمى بالتعزيرات، هذه مردها إلى الحاكم، هو الذي يجتهد فيها ويقرر ما يناسب الجريمة في كل وقت وفي كل حالة حسبها. أما الحدود فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن الله فرضها وقدرها سبحانه وتعالى، فيجب أن تنفذ ولا يتدخل فيها بشيء. والحدود حماية للأمة ورحمة للأمة، ضبط للأمن، وحماية للأرواح والأموال والأعراض، فهي حماية وللعقول وللأنفس، حماية، حماية للضرورات الخمس التي لا يعيش الناس بدونها، فهي من رحمة الله. ولهذا جاء في الحديث: لحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا. حد الواحد خير للأرض من أن تمطر 40 صباحا. حدود رحمة، وفيها أمن واستقرار، وفيها حزم، وفيها ضبط للأمن، فيها حكم عظيمة، عكس ما يقوله الكفار ويجاوبهم أو يتجاوب معهم الجهال من أبناء المسلمين أو من الزائغين، ويقولون الحدود وحشية، حدود في الإسلام وحشية، ويسمونها قطع الأطراف أو قتل الأنفس، هذه وحشية، ولا يرون أن الجرائم وحشية، ينسون الجرائم، يقولون الحدود وحشية، لكن الجرائم هل هي وحشية؟ الزنا والسرقة وقتل النفس وشرب الخمر هل هي وحشية؟ هذه هي الوحشية الصحيحة. فالحدود إنما جاءت لمنع الوحشية وليست وحشية، هي لمنع الوحشية. فكيف ينظرون إلى الجاني ويرحمونه ولا ينظرون إلى المجني عليه والمعتدى عليه ولا يرحمونه؟ لكن هذا إما من أجل الزيغ والضلال، لأجل أن يضلوا المسلمين عن دينهم، وإما نتيجة الجهل بالله عز وجل وبأحكامه وشرائعه. وإلا فالمؤمن لا يتفوه بمثل هذا الكلام، ولا ينتقد الحدود، ولا ينتقد الأحكام الشرعية الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يرضى ويسلم ويعتبرها رحمة له وللأمة، وليست قسوة كما يقولون، ليست من القسوة، بل هي من الحماية، بل هي من الحماية للمجتمع. هذه هي الحدود في الشرع. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم ناس من عُكل أو عُرينة، عُكل، قدم ناس من عُكل أو عُرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح،
وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. نعم، جاء قوم من الأعراب من عُكل وهي اسم قبيلة، أو عُرينة وهي قبيلة أخرى، شك من الراوي، جاءوا وأسلموا، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، ولكنهم لم يستطيبوا جو المدينة، لم يطابق لهم جو المدينة، فأصيبوا بشيء من المرض أو من الحمى. النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمته أحسن إليهم وأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة، إبل الزكاة التي مع الراعي، مع راعي النبي صلى الله عليه وسلم في البر، من أجل العلاج، أن يشربوا من أبوالها، لأن أبوال الإبل فيها علاج للحمى، ويشربوا من ألبانها، من ألبان الإبل، وفيها غذاء، الأبوال فيها علاج والألبان فيها غذاء وفيها علاج أيضا. ذهبوا وشربوا من أبوال الإبل وألبانها فصحوا وذهب ما بهم من المرض، ثم إنهم كفروا النعمة والعياذ بالله، وأنكروا إحسان النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فقتلوا الراعي، ولم يقتلوه قتلة عادية، بل قتلوه ومثلوا به وسملوا أعينه بالمسامير وتركوه بدون ماء حتى مات، حتى مات. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم أرسل في طلبهم، فجيء بهم عند ارتفاع النهار، فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر بتطبيق الحد عليهم وفعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي، هذا هو العدل، فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي، لأن يعني قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم، يعني ضربها بالمسامير حتى تفقأت، وتركهم في الحرة يطلبون الماء فلا يسقون حتى ماتوا، هذا من القصاص، هذا من القصاص، فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي تماما. قال أبو قلابة راوي الحديث التابعي: هؤلاء جمعوا جرائم، قتلوا الراعي وساقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام وحاربوا الله ورسوله، هذه حرابة، هذه هي الحرابة وقطع الطريق، فهم جمعوا عدة جرائم فناسبتهم هذه العقوبة الرادعة الحاسمة. نعم. وعن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. نعم، هذا الحديث في حد الزنا، الذي قبله في حد الحرابة، وهذا في حد الزنا. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يسألانه، وكان أحدهما فيه عجلة، فيه عجلة وسوء أدب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. قال الرسول يقال له هذا؟ الرسول يقال له هذا؟ هذا من سوء أدبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه جاهل، نتيجة الجهل. كان الآخر أفقه منه، فهو لم يتكلم حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتكلم حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لم قال نعم فاقضي بيننا بكتاب الله، لأن هذا معروف من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان أفقه منه من ناحية الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول التفت إليهما وطلب منهما أن يبين ما عندهما، فقال أحدهما: إن ابني كان عسيفا، يعني أجيرا، العسيف معناه الأجير، كان عسيفا عند هذا، أجيرا عنده، فزنى بامرأته. هذا بحكم الاختلاط، هل ينادون به الآن الاختلاط بين الرجال والنساء ونزع الحجاب؟ هذه ثمراته. فهذا هذا الشاب لما كان مختلطا بهذه المرأة وقع بينهما الزنا، ولذلك الإسلام حرم الاختلاط بين الرجال والنساء، وحرم السفور، وحرم وسائل الزنا، ابتعادا بالأمة عن هذه الجريمة الشنيعة. فهذا فيه أن ترك الرجال مع النساء غير المحارم أنه يجر إلى الجرائم الخلقية. كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، وقد استفتى من قال له: إن على ابنك الرجم. هذا خطأ، هذا خطأ، لأن الزاني لم يحصن، الزاني بكر لم يحصن، وليس عليه رجم. أن على ابني الرجم، فافتديت من الرجم، وافتديت منه بمال، افتدى منه بمال، بغنم ووليدة، يعني مملوكة خادمة، افتدى من الرجم، لأنه قيل له: إن على ابنك الرجم، وهو لا يريد أن يرجم ابنه، فدفع المال. ثم إنه استفتى أهل العلم، قالوا: لا، ما على ابنك رجم، ابنك ما عليه رجم، إنما عليه الجلد 100 تغريب عام، كما في القرآن: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والتغريب كما جاء في السنة، صحت به السنة، تغريب عام، بأن يخرج من البلد الذي فيه الجريمة إلى بلد آخر ومجتمع آخر، يتغير حاله ويبعد عن مسرح الجريمة، لأجل أن يتغير حاله ويصلح، يستصلح بذلك. وأيضاً فيه ردع له. إنما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أما الغنم والوليدة فهي رد عليك، يعني مردودة عليك، لا يجوز لصاحبك أن يأخذها، أنه بغير حق. أول شيء أنه لا يجوز شراء الحدود بالأموال، وثانياً ابنك ما عليه هذا الحد، ما عليه هذا الحد وهو الرجم، لأنه بكر. إنما الرجم على المحصن، هذا غير محصن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الغنم والوليدة رد عليك،
وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، هذا الذي على ابنه. ثم قال: واغد يا أنيس لرجل من أسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، تصير أنس، اغدوا إلى امرأة هذا فإن اعترفت بالزنا فارجمها. فغدا الوكيل الذي وكله النبي صلى الله عليه وسلم، والغدو هو الذهاب في الصباح، ذهب واستنطقها فاعترفت بالزنا فرجمت، لأنها محصنة مع زوج، هي محصنة، والمحصن يرجم حتى يموت، يرجم بالحجارة حتى يموت، هذا حده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بينهما بالحق ورد الحكم الخاطئ واستقبل الخصوم برحابة صدر، ولم يغضب على الذي أساء الأدب معه، هذا من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة. أولاً، خطورة اختلاط الرجال الأجانب مع النساء، لا سيما في البيوت والخلوة. ثانياً، فيه أنه لا يجوز الإفتاء بغير علم، فهؤلاء الذين أفتوه بأن عليه الرجم وكلفوه أنه يتحمل الأموال، هؤلاء مخطئون، لا يجوز الفتوى بالجهل. ثالثاً، فيه الفرق في حد الزنا بين البكر والثيب، فالبكر عليه جلد 100 وتغريب عام، والثيب عليه الرجم حتى يموت. رابعاً، فيه أن الزنا لا يثبت إلا بأحد أمرين: إما البينة، وهي 4 شهود، البينة 4 شهود يشهدون أنهم رأوا الزنا حقيقة، ما هو كناية ولا تعريض، ولا رأوا ذكره في فرجها، صرحون بهذا لئلا يكون هناك احتمال أنهم رأوه يزني بها، ذكره في فرجها. فإذا شهد 4 بهذا فإنه يقام عليه الحد، لولا جاءوا عليه بـ4 شهداء. فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بـ4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه جلد القذف، هذا جلد القذف. فدل على أن نصاب الشهادة في الزنا 4 شهود، يصفون الزنا ويصرحون به صراحة، ما هو كناية ولا تعريض، ولا يقولون رأيناه معها أو في، لا، ما يكفي هذا، أو رأيناه يقبلها أو أنه ملتصق بها، ما يكفي، كل هذا ما يكفي حتى يصرحوا بأنهم ذكر، بأن ذكره في فرجها، حتى تذهب كل الاحتمالات ولا يبقى إلا الصحيح والصريح. لأن أعراض المسلمين ما هي بسهلة، أعراض المسلمين لها حرمة، لا يجوز الاعتداء عليها إلا ببينة قاطعة، بينة قاطعة 4 شهود، صرحون لأنهم رأوا الزنا حقيقياً بأعينهم. هذا الشيء. الشيء الثاني، الإقرار إن اعترفت فارجمها، فدل على أن الزاني إذا اعترف وهو عاقل ومكلف أنه يرجم. لكن اختلف العلماء هل الإقرار مرة أو لابد من 4 مرات، على قولين، بعضهم يقول يكفي مرة لأن الرسول قال فإن اعترفت، ولم يقل 4 مرات، دل على أنه يكفي الاعتراف مرة واحدة، بينما الآخرون يقولون لابد من 4 مرات، يقر 4 مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا حتى أقر على نفسه 4 مرات، وردد الغامدية حتى تكرر اعترافها، فدل على أنه لابد من تكرار الاعتراف بالزنا. والله أعلم.
نعم يكفي. صلى الله عليه. صلى الله عليكم. سماحة الوالد، يقول السائل: هل إملاص المرأة هو الإجهاض؟ وهل الجزاء يكون في العمد وغير العمد؟ هو الإجهاض، الإملاص هو الإجهاض أو الإسقاط، كله سواء. والعمد غير الخطأ، إذا قصدت أو قصد الجاني قتل الطفل يصير هذا عمد. أما إذا ما لم يقصد، إذا لم يقصد هذا فهذا خطأ. نعم. صلى الله عليكم. يقول في تتمة سؤاله: وإذا كان إبقاء الجنين في بطن الأم فيه ضرر عليها، إذا كان إبقاء الجنين في بطن الأم فيه ضرر عليها، فهل يجوز إملاصه؟ هذا لا بد أن يقرر 4 أطباء ثقات أن بقاء الجنين خطر على حياتها. فإذا قرروا إن بقاء الجنين فيه خطر على حياتها فإنه يجوز إجهاضه إبقاء على حياتها. أما بدون تقرير طبي من أطباء معتبرين فهذا لا يجوز الإقدام عليه. نعم. صلى الله عليكم. سماحة الوالد، يقول السائل: هل تقتل الأم بولدها؟ وهل في حديث الوالد لا يقتل بولده؟ الوالد أماً كان أو أباً أو جداً أو جدة لا يقتل بولده، لما في الحديث: وأن لا يقتل والد بولده، كما في حديث علي الذي مر بكم. نعم. صلى الله عليكم. سماحة الوالد، يقول السائل: هل إذا أسقط الجنين فيه كفارة على الإطلاق، أو أن هذا مقيد بعد نفخ الروح فيه؟ بعد نفخ الروح فيه، لكن ظاهر الحديث أنه عام، ولذلك قالوا: إذا تبين فيه خلق إنسان فإنه يضمن، لأن الحديث لم يفصل. فإذا تبين أنه جنين صحيح وليس هو علقة، إنما هو جنين وتبين فيه تفريض وخلق، فيه الضمان. نعم. صلى الله عليكم. سماحة الوالد، يقول السائل: امرأة حامل في الشهر الرابع وشعرت بآلام شديدة، فلما ذهبت إلى الأطباء قالوا لها: لابد أن ينزل هذا الجنين لأن فيه خطر عليك، فماذا تفعل؟ وهل عليها دية إذا أنزلت هذا الجنين؟ ما يجوز لها أن تسقط الجنين إلا بفتوى من أهل العلم، ما تأخذ كلام الأطباء. الأطباء يؤخذ تقريرهم ليعتمد عليه فقط في الفتوى، أما لا يقدم على الإجهاض إلا بفتوى من جهة الإفتاء الرسمية المعتمدة. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الوالد، يقول السائل: إذا كان الجاني في ساحة القصاص ثم تنازل عنه والد المقتول دون بقية أولاده، فهل يقبل تنازل الوالد أم لا بد من تنازل الأولاد معه؟ هذا مر بكم، الله يهديكم، مر بكم إن إذا كان القصاص مشترك، استحقاق القصاص مشترك بين عدة شركاء، إذا سمح بعضهم أو واحد منهم سقط القصاص وعدلوا إلى الدية، لأن القصاص لا يتبعض، القصاص، فإذا سقط بعضه سقط كله ويعدل إلى الدية. نعم. صلى الله عليكم. سماحة الوالد، يقول السائل: ذكر المصنف رحمه الله حديث العرانيين في كتاب الحدود وفيه ذكر القصاص، فلا يكون حقه في كتاب القصاص أولى من كتاب الحدود؟ لا، هو ظهور الحدود فيها أكثر، والحدود فيها قصاص، لأن قطاع الطريق قد يقتلون الأنفس فيقتص منهم وجوباً، يتحتم قتلهم، إذا قتلوا الأنفس تحتم قتلهم، ولو لم يطالب ولي المقتول، لأجل حفظ الأمن، ففيه قصاص. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الوالد، يقول السائل: هل يجوز الإحراق بالنار على وجه التعزير كما سمرت أعين العرانيين؟ ما هو هذا التعذيب بالنار، إنما هو تعذيب بالمسامير، قد اختلف العلماء هل هذا الحديث منسوخ بالنهي عن المثلة، لأنه جاء صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المثلة،
وهو تقطيع أعضاء القتيل بعد قتله. صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنه ناسخ لهذا الحديث، وبعضهم يقول لا ما هو منسوخ، هذا من باب القصاص، والقصاص أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. مر بكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رضى رأس اليهود بين حجرين كما رضى رأس الجارية، هذا من باب القصاص. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو حلف أولياء المقتول 50 يمينا على أن القاتل جماعة بأعيانها فهل يقام؟ لو إيش؟ يقول: لو حلف أولياء المقتول 50 يمينا على أن القاتل جماعة بأعيانها. لا، لازم يكون واحد، يحلفون على واحد لا على جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحلف 50 منكم على واحد منهم نقوده لكم برمته. فإذا حلفوا على أكثر من واحد فلا قسامة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان الشخص محتاجاً إلى دية 100,000 ثم جاءه ممن ساعده أكثر من الدية 50,000، فهل له حق الانتفاع بالخمسين الزائدة على الدية، وخاصة إذا كان محتاجاً إليها لتسديد؟ هذا يشتغل السؤال، لا تستعجل بالقراءة. نعم. صلى الله عليه. يقول: إذا كان الشخص محتاجاً إلى دية قدرها 100,000 ريال ثم جاءه ممن ساعده أكثر من الدية 50,000 ريال، فهل له حق الانتفاع بالخمسين الزائدة على الدية، وخاصة أنه محتاجاً إليها لتسديد الديون؟ إن كان ساعده على الدية الخمسين تكون من الدية، تكون من الدية ويرد الزائد عن الدية. أما إن كان الخمسين من باب التبرع والمساعدة لحاجته هذا شيء آخر، ما هو من أجل الدية وإنما هو لحاجته هو فقط، تبرع من المعطي. أما إن قال هذه الخمسين مساعدة لك على الدية والدية دفعت، صارت الخمسين ما لها مجال، يردها على صاحبه إلا إذا سمح له بها وقال هي لك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض المسجونين في بلاد الكفر يقتلون أنفسهم خوفاً من الردة عن الدين من كثرة التعذيب الذي يفعله بهم الكفار، فهل يدخلوا في هذا الحديث؟ نعم، يدخلون في هذا الحديث، عليهم أن يصبروا على الابتلاء والامتحان، تمسكون بدينهم ويصبرون على الابتلاء والامتحان، فإذا قتلهم الكفار فهم شهداء، ما إذا قتلوا أنفسهم فهم في النار، لا يجوز لهم هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة حملت متاعاً ثقيلاً وهي حامل ناسية أنها حامل فسقط الجنين، فهل عليها شيء؟ النسيان لا يعفيها من الدية، عليها، نعم عليها الدية، النسيان لا يسقط الواجب وإنما يسقط الإثم فقط، عليها دية الجنين. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجزئ في تغريب الزاني أن يودع في السجن؟ لا، هذا عند الحنفية أن النفي أو التغريب أنه السجن، لكن الجمهور يقول لا، التغريب هو نفيه من البلد إلى بلد آخر لأجل يتغير عليه المكان، ولأجل أن يذهب إلى ناس لا يعرفهم ويبعد عن محل الفتنة لعله يستصلح هناك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصلى على قاتل نفسه؟ نعم، هو مسلم، هو مسلم، كل مسلم يصلى عليه، قد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، يصلى عليه لأنه مسلم، ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا تترك الصلاة عليه، إلا أنهم قالوا إن ولي الأمر أو نائب الإمام لا يصلي عليه من أجل الردع، من أجل الردع والزجر عن هذا الفعل، وأما بقية المسلمين فيصلون عليه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من يقود سيارته بسرعة كبيرة ثم أصيب فمات فهل يكون منتحرا؟ إذا كان قاصدا قتل نفسه فهو منتحر، أما إذا كان ما قصد فهو مفرط، فهو مفرط ومتسبب في قتل نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم السجع في الخطب والدعاء؟ السجع غير المتكلف لا بأس به في الخطب وفي الدعاء وفي كل شيء. السجع الذي يأتي غير تكلف وليس فيه رد للحق هذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل شهادة الصبيان في مسألة القسامة تعتبر من القرائن الظاهرة؟ لا. يقول ابن القيم في طرق الحكمية إن شهادة الصبيان تعتبر قرينة ما تعتبر شهادة، تعتبر من القرائن فقط، قرينة فقط. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: حديث عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة، كيف يجمع بين هذا الحديث وحديث الغلام حينما قال الغلام للملك: إذا أردت أن تقتلني فقل بسم الله رب هذا الغلام؟ يا أخي، الغلام ما قتل نفسه، إنما الذي قتله الجبار، فلا تنافي بين الحديثين. الغلام ما قتل نفسه، لكن الجبار يبي يقتله يبي يقتله، فالغلام استغل الفرصة ليجعلها دعوة إلى الله وقال قل كذا من أجل أن الحاضرين يعتبرون ويتعظون ويتركون عبادة الطاغوت إلى عبادة الله، وهو ما قتل نفسه، وإنما الذي قتله الجبار، ولكن الغلام استغل الفرصة فجعل في قتله عبرة للحاضرين. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو دخل لص على دار رجل ثم قاومه ذلك الرجل حتى قتله، فهل يقاد به أم أن دمه هدر؟ والله هذه مسألة ترجع للمحكمة، لأنه يعطى الناس بهذا الدعوة لا حصل فساد، وكل يقول هذا داخل داري أو هذا يريد، ما يصدق على طول، لازم من التحقيق ولازم من الإجراءات القضائية حتى يظهر صدقه، تحقق صدقه إنه صايل وإن هذا بريء إلى آخره، هذا يحتاج إلى تحقيق قضائي. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا قال الشخص في تشهده في الصلاة بسم الله، فهل عليه سجود للسهو؟ لا، لأن بسم الله ذكر من أذكار الصلاة، فهو زاد فيها شيء من جنس ما هو مشروع فيها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل توضأ ومسح على الخف، وأثناء مدة المسح خلع الخف وصلى بوضوئه. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل توضأ ومسح على الخف وأثناء مدة المسح. أعيد السؤال اللي قبل هذا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا قال الشخص في تشهده بسم الله، فهل عليه سجود للسهو؟ نعم، عليه سجود للسهو، لأنه أتى بقول مشروع في غير موضعه. إذا أتى في الصلاة بقول مشروع في غير موضعه فعليه سجود السهو. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل توضأ ومسح على الخف، وأثناء مدة المسح خلع الخف وصلى بوضوئه حال المسح، فهل صلاته صحيحة؟ لا، ما هي بصحيحة، لأنه خلع الممسوح عليه، ظهرت الرجل، وإذا ظهرت الرجل ففرضها الغسل ولا يكفي المسح، يشترط في المسح بقاء الممسوح على الرجل، فإذا خلعه بطل المسح لزوال العذر. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل أجريت له عملية في بطنه، وقد منعه الطبيب من وصول الماء إلى هذه العملية، وقد حصل له احتلام، فماذا يفعل؟ نعم، يغسل الصحيح ويمسح على محل الجرح ويكفي هذا، يغسل بقية جسمه التي ليس فيها جراحة، وأما الجراحة التي عليها ضماد أو أشياء موضوعة عليها فيمسح عليها ويكفي هذا. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تنتشر المحرمية في أصول المرتضع وأقاربه كأعمامه وأخواله؟ لا لا، المحرمية تنتشر على الرضيع وعلى فروعه، على فروعه وهم أولاده وأولاد أولاده وأولاد بناته، أما حواشيه وأصوله فلا تنتشر عليهم الحرمة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال المدرس: من حفظ من القرآن ومن السنة كذا فله جائزة، فهل يجوز أخذ هذه الجائزة؟ لا بأس بها، لأن هذا من طلب العلم، هذا من طلب العلم، وهو داخل في الجهاد في سبيل الله، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل:
امرأة أفطرت في رمضان 6 أيام أو 7 شكا منها فصامت 7 أيام، والسؤال هل عليها شيء في صيام 7 أيام، علما أن الأقرب لظنها أنها صامت 6 أيام؟ لا، ليس عليها شيء، بل هذا هو الواجب. إذا شكت في الأيام فإنها تحتاط، إذا شكت عليها 6 أو 7 تجعلها 7 باب الاحتياط والخروج من العهدة بيقين. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يزكي من عنده بيوت أو شقق معدة للإيجار؟ يزكي الأجرة إذا تم عليها الحول من العقد، من عقد الأجرة، تم سنة من عقد الأجرة يزكي الأجرة. وأما البيوت نفسها إذا كانت للأجرة وليست للبيع فليس فيها شيء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: خرجت للعمرة من القصيم مارا بالمدينة ولم أحرم من الميقات، لأنني نويت أن أذهب إلى جدة والطائف وبعد ذلك أحرم من السيل، هل هذا الفعل صحيح؟ لو أن المسألة بهواك ما يخالف، لكن ما هي بهواك المسألة، المسألة حكم الشرع، الشرع ما يجيز لك تعدى الميقات، الذي أول ميقات تمر به يجب عليك الإحرام، وقد مررت بميقات المدينة واجب عليك أنك أحرمت من ميقات المدينة، وما دام أنك لم تحرم من ميقات المدينة فعليك فدية، لأنك تركت واجباً من واجبات العمرة فعليك فدية، وهي ذبح شاة في مكة وتوزعها على المساكين في الحرم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل نذر أن يصلي 50 ركعة فصلى كل 10 منها بسلام واحد، والسؤال هل يعيدها كل ركعتين بسلام؟ نعم، إن كانت في النهار ربما يجوز هذا، أما إذا في الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، إلا إن قال أصليها بسلام واحد، إذا شرط قال أصليها بسلام واحد صليها بسلام واحد، لكن إذا ما شرط يرجع إلى الأصل الشرعي وهو أن صلاة الليل مثنى مثنى فيعيدها مرة ثانية. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقول السائلة إنها امرأة تأتيها الدورة الشهرية في وقت من الشهر بآلامها المعهودة عندها، تقول ولكنها أحياناً تأتيها الدورة ولون الدم مختلف فيكون خفيفاً وليس له لون دم الحيض، ولكنه في زمنه ومصاحب لآلامه، وسؤالي هو هل أعتبر تلك الأيام وتكون فيها حائضة؟ نعم، بلا شك ما يأتيها في زمن العادة فهو حيض، ولو كان خفيفاً، ولو كان كدرة أو صفرة فهو حيض في زمن العادة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز في السفر أن يجمع المسافر بين صلاة الجمعة وصلاة العصر؟ لا، العصر ليست من جنس الجمعة، العصر إنما تجمع مع الظهر، أما الجمعة فهي فرض مستقل لا يجمع معها غيرها، مثل الفجر، الفجر لا يجمع معها غيرها، كذلك الجمعة لا يجمع معها غيرها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: توفيت والدتي فهل يجوز لي أن أحج وأتصدق عنها رغم أنها سبق أن أدت الحج مرتين واعتمرت 10 مرات؟ زيادة خير. نعم، إذا كنت حججت عن نفسك واعتمرت عن نفسك فحج عن أمك واعتمر عنها 10 مرات، هذا زيادة خير وزيادة بر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم استعمال العطورات التي توجد بها نسبة من الكحول والصلاة بها؟ إذا ثبت إن فيها شيء من الكحول فلا يجوز استعمالها وهي نجسة ولا تجوز الصلاة بها، أما مجرد الشائعات من غير أن يثبت أن فيها شيء من الكحول فالأصل عدم وجود الكحول، الأصل عدم وجود الكحول، والأصل الحل في العطورات، المسألة مسألة ثبوت هذا الشيء أو عدم ثبوت، مجرد الشائعات لا يلتفت إليه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.